مساء الخيرات والعافية ورمضان مبارك، ينعاد عليكم بالصحة والسلام إن شاء الله يا رب. وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المفتاح. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون من محافظة صلاح الدين، تحديدا مدينة سمرة. اهلا بكم مشاهدينا، مثل ما قالت كوثر ان اليوم وعدنا محافظه جديده راح نزور غرب العراق. مثل ما وعدناكم من اول حلقه ان راح تكون عندنا زياره لمختلف المدن في جميع انحاء العراق، وان شاء الله اليوم عائلتنا راح تكون من هاي المدينه، مدينه سامراء. رب العائله اسمه ابو براء، فهي عائله ابو براء. راح نتعرف عليها اكثر في صياغ هذه الحلقه ان شاء الله، وحتكون ايضا عندنا شخصيه جديده، وهي مفاجاه كل حلقه راح تكون عندنا مفاجأة جديدة وشخصية أكيد. جديدة. قبل ما نبدأ بالحلقة بداية خلينا نروح نشوف البيت الجديد اللي راح يكون من نصيب عائلة أبو براء. كالعادة كادرنا الميداني هناك قام بتجهيزه وتأثيثه، وتحياتنا طبعا للمخرج الميداني المخرج المبدع عمار السعاد اللي يراقب كل التفاصيل ويشرف على كل التفاصيل، بالإضافة للإخراج طبعا ايضا يشرف على تاثيث البيت وعلى تجهيزه وعلى كل هاي التفاصيل. نشوف البيت ونرجع لكم. اليوم حلقتنا من برنامج المفتاح من محافظة صلاح الدين، وتحديدا من قضاء سامراء. حلوة الملوية مو؟ العائلة اللي اختاريناها هي عائلة أبو براء. بس قبل نروح ونشوف سوا هاي العائلة شلون عايشين ووين عايشين وش ياكلون، تعالوا وياي خلي أشوفكم البيت اللي اشترته قناة الشرقية وشلون جهزته. تعالوا وياي. طبعاً هذه الصالة، صالة فول ديلوكس، فخم تركي، سبلت، شاشة LCD. ما شاء الله، مطبخ ديلوكس، ثلاجة توب. طباخ إيطالي، تعالوا. وأحلى غرفة نوم البراء والأخوة، حتى الملاعب مناسية اشتريناها لهم، دببة وطوبات وكل شيء وكلاشي. تعالوا هسه خلي نبخر سوا غرفة أبو براء وأم براء. اللهم صلي على محمد وآل بيت محمد. اللهم احفظ هاي الغرفة وساكنين هاي الغرفة من عين كل حاسد، عين الحسود بيها ألف عود، يا رب إن شاء الله يتهنون بهاي الغرفة. اللهم صلي على النبي، اللهم صلي. شفنا البيت، بيت حلو، أثاثه حلو، يعني من حلاوته
اضطر سنان العزاوي انه يبخر حتى. فعلا بيت ما شاء الله كبير، غرفة النوم كبيرة جدا، غرفة الأولاد بيها ألوان حتى يرجعون طفولتهم، لأن البيت اللي راح نشوفه بعد شوية يعني خالي تماما من الألوان، فبيت جميل جدا. إن شاء الله يا رب يتهنون إن شاء الله يا رب يكون أثبت خير عليهم إن شاء الله. مثل كل حلقة كادرنا الميداني راقب أبو براء، أبو براء طبعا يشتغل عامل بناء، راقبه بدون ما يدري من خلال كاميرا موضوعة بسيارة، راقبنا وهو أثناء عمله، يمكن بعد شوي نشوف اللقطات، ودخلنا للعائلة أيضا حتى نتأكد أكثر. مراسلنا هناك عبد السميع عزاوي قام بزيارة العائلة مثل كل حلقة على أساس أنه واحد من برامج مساعدات الإنسانية اللي تقدمها الشرقية، وقدرنا أن ندخل البيت ونطلع على حالتهم ونتعرف على تفاصيل أكثر. أبو براء عائلته مكونة من أبو براء وأم براء وبنات اثنين وولد. صحيح. وهي عائلة صغيرة جداً وعايشين ببيت تجاوز، والكهرباء تجاوز والماء تجاوز، وبأي لحظة ممكن ينطردون بهذا البيت، والبيت قابل للانهيار. احنا ما راح نكثر عليكم، خلينا الصورة اللي راح نشرح لكم أكثر. أبو براء، السلام عليكم. شلون صحتك؟ شلون كيفك؟ احنا قناة الشرقية. اهلا وسهلا، الله محييكم كل الهلا. نفوت شوي نسولف وياكم. يلا. يا هلا ومرحبا. سير هنا. احنا اليوم جينا نريد نشوف يعني حالتك، نشوف وضعك. انت دزيت لنا رسالة على الانترنت طلبت فيها مساعدة قناة الشرقية. اولا نحب نعرف المشاهد منو ابو براء؟ ايش تشتغل؟ شنو اسمك؟ ايش عندك من العائلة؟ والله انا اسمي عز الدين رياض محمد. زين. نعم. وعند متزوج وعندي 3 اطفال. طيب. ابنتين وولد. اي واشتغل عامل. نعم. اي والله فقاعد هنا بتجاوز بسبب يعني امكانيتي ضعيفه جدا. ايش قد صار لك بهذا البيت التجاوز؟ صار لي 3 سنوات. نعم. نعم. اي وشوي حالتي الماديه ضعيفه. نعم. وما عندي امكان يعني انه شغلتي بس على عيشتي. يعني اشتغل عامل اطلع من الصبح للمغرب يا الله اجي. يعني بالعماله. بالعماله اي. نعم. يعني عامل. ايه وهذا وضع اللي تشوفه يعني زين. هذا البيت يعني انت صار لك 3 سنوات بيه على هاي الحاله، بس شتا شلون وضعيته شلون؟ بس شتا رادق علي هذا المطبخ. نعم. فضنا بالماء تبهذلنا شويه والله، فشوف يعني حتى هذا خال العود هذا داقر بيه المطبخ. ايه ايه والله. وانا دزيت لكم رساله على الانترنت الناشده الشرقيه انه تشوف يعني وضعنا وحالنا. احنا على هذا الاساس اليوم جينا عليك حتى نشوفك ونشوف بيتك. زين ايش عندك من الاطفال؟ قلت لنا 3. منو عدد لنا اياهم؟ البنيه الكبيره لينا والاصغر منها وليد براء. نعم. واصغر من براء بنيه اسمها لارا. طيب. نعم. نقدر نشوفهم يعني؟ صح لنا اياهم بالله. تعال براء. هذا براء. شو تعال 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 تعال. خايف هو من الكاميرا خايف. شو هاي منو؟ لينا. شنو اسمك؟ لينا. لينا ابوك شنو اسمه؟ عز الدين. عز الدين. هلا بلينا. هلا هلا. وديش لارا بعدها. هاي لارا صورنا اياها مصطفى. ممكن نحكي ويا اختنا ام براء هنا والله. عليكم السلام. أم براء احنا نريد يعني نسألك شويه، يعني احنا دائما المرأة تحس بالمعاناة اكثر من الرجال. انت شلون عايشة بهذا البيت؟ يعني صار لكم 3 سنوات على هالوضعية هاي وعندك 3 اطفال. والله شو نسوي غير يعني على هاي حالته هو وحالتنا وتعبانة، ويعني الناشطة الشرقية شوية تساعدنا. ايش نسوي؟ نروح وهاي والله رد تقع علينا بشتة. والله كريم. يعني انتوا قبل وين كنتوا ساكنين؟ ويا اهلك لو يعني؟ اي ويا اهله، وبعدين طلعنا نزلنا هنا بغاية التجاوز لأن ما عندنا لا مكان نشتري قاع ولا بيت. نعم. اضطرنا يعني هيك ورهمنا شوية وقعدنا. البلدية شيها ما حد جايكم يعني يريد يعني قصدي أنتم بيوت تجاوز أول وتالي وضعكم شلونه؟ والله هي هاي أرض دولة. طيب. يعني نتوقع فيها لحظة يطلعونها. طيب. إيه ف الله كريم منا لوقتها. الله كريم. وإحنا ناشدنا الطيبين بل إن شاء الله يلتفتون علينا إن شاء الله ويشوفون حالنا. احنا ممكن نشوف الغرفة الثانية؟ يلا فوتي قدامنا. هاي يعني غرفة النوم. النوم
ما شاء الله خاليه بس الثلاجه. ايش سوى الله غير على امكانيتنا. طيب انتم يعني تتوقعون في يوم من الايام راح تجيكم قناه الشرقيه؟ والله ما كنا نتوقع، بس نشوفها بالتلفزيون وندعي له ان شاء الله تسعد البزاز بالعافيه والرزق يا ربي والرحمه. والله من يطلع واشوف الناس يعني شلون تكيف وترتاح اقول يا رب الله يعطي عمر وعافيه. هذا شلون الاخ الكبير يخاف على اخوته او اب كبير يخاف على يعني ولده، وان شاء الله انه يعني شويه ينظر حالنا. وهذا نطلبه يعني منه، لان احنا احنا هو يعني مجموعه برامج خيريه في رمضان، احنا اليوم زرناكم وان شاء الله خير، ان شاء الله ما نقصر وياكم. تسلمون، بارك الله فيكم، خلف الله حياكم. شكرا جزيلا. شفنا أسر البيت يعني خالي من الأثاث أصلاً، يدوبك يعني الغرفة بها الثلاجة وبس، والسقف مثل ما شفتي يعني لا يكاد يحميهم لا من الحر ولا من البرد يعني. صحيح. شفنا حالة أبو براء وتأكدنا من أدها، وحتى نتعامل مع أبو براء مثل كل حلقة يختار الفنان سهان العزاوي شخصية معينة راح يؤديها، من خلالها راح يتعامل مع أبو براء. وهناك قبل ما نروح على سنان خلينا نشوف أبو براء هنا. الكاميرا أبو براء صورت أبو براء بدون ما يحس، راقبنا وهو ذاهب إلى العمل. طبعا احنا مثل ما قلنا لكم أنه هو عامل بناء، وهو هذا طبعا هذا التصوير صار برمضان وبعز الحر، تعرفين درجة الحرارة هسه شلون، يعني حتى الرجل ما يقدر حتى يصوم برمضان فعلا، تعدت 50 درجه مئويه الحراره. ويعني الله يبارك فيهم ويساعدهم ويعين كل انسان يعني فعلا يكسب لقمته بشرف. صحيح. ويعني من رزق حلال يعني، الله يبارك فيهم ان شاء الله يا رب ويعطيهم عمر وعافيه. وهذا اللي ذكرناه، تذكرين كوثر من قلنا انه هدف البرنامج انه ينطي البيت لشخص يستحق. احنا اليوم ساعدناهم، بكره شلون؟ اكيد اليوم قعدناهم بالبيت، لازم هو يطلع، لازم يسعى قاعد بالبيت وينتظر مساعدات. احنا بدنا نساعدها برنامج المفتاح، عواء الشريفه تسعى للقمه شريفه لاولادها لكن رزقها محدود. صحيح صحيح. نرجع على الفنان سهان العزاوي والشخصية اللي اختارها، وأيضا كحال كل حلقة كان هناك وسيط بين أبو براء وبين سنان. هالمرة الوسيط هو شخص يدعى محمود، والشخصية اللي اختارها سنان شخصية غريبة مثل الشخصيات اللي عدت علينا من الحلقات السابقة، شخصية رجل صالح اسمه ملا هزع. ملا هزع شنو قصته؟ ولا هزاع يعاني من امراض قلبيه، وهو رجل جد يخاف الله، وهو ترك بغداد ومشتاق لبغداد، وجاب ابو براء حتى يساعده باصلاح بعض الشغلات عنده بغرفه النوم، وصار الحديث اللي كلنا بدنا ننتظره وهو جوهر الحلقه لليوم. اكيد. وطبعا تصور كل الحوار اللي دار عن طريق كاميراتنا المخفيه، واكيد احنا وانتم بانتظار التمثيلية أو الحوار اللي صار. خلينا نشوف الفيديو ونرجع لكم. بعد أن شفنا عائلة أبو براء شلون عايشين، قدروا شبابنا يصورون أبو براء هو يشتغل من بعيد لبعيد. أما هسه وأنا لابس هاي الدشداشة، فهي الشخصية الجديدة اللي راح أمثلها حتى أجيب أبو براء وأسلم المفتاح. الشخصية اللي راح أمثلها هي شخصية ملا هزاع واليابا. إيه هنا أنا قاعد بل سامرة واليابا، جيت على سامرة وعندي بيتي جديد واليابا، أريد واحد يصبغ لي الشبابيك، فراح أجيب أبو براء يصبغ لي الشبابيك، لأن البيت ما شاء الله جديد وديلوكس وحرامات نخرب بيه ونفلش. اعتمدنا على شخص اسمه محمود. محمود هو الوسيط اللي دزيناه على أبو براء وقلنا له يجيبه على أساس أنا جاي جديد السامرة إلى أن عائلتي تجي ورايا، فأريد واحد يرتب البيت. هسه راح نمكيج حتى ما يكشفني أبو براء. استاذ فوزي. نعم. واليابا استاذ فوزي تعال هنا سوي لي المكياج واليابا.
منو؟ منو يابا؟ تأخرت ولا يابا؟ هلا بمحمود.